كثير من المفتين يستحسن البدع لما يرى في مقابلها من الكفر الصريح. يعني رجل بيذكر الله مثلا او يعبده بطريقة مبتدعة يقول لك سيبه، مش غيره سهران في شارع العرب يشرب خمرة. صاروا يقارنون اهل البدع باهل الكفر، فرأوا ان اهل البدع على خير عظيم. لو أن رجلا جاء فقال الزنا أحب إلي من الزواج وأنا بستمتع في الزنا أحسن وعجبني أن أنا أزني، تمام؟ اللي يظهر من عبارة الرجل أنه مستحل مش مصر. يعني لو أن الرسول عليه الصلاة والسلام لقي هذه الأخت في الشارع طريق وقال ما هذا الذي تلبسين، هذا لا يحل لك، اذهبي فاختمري، اذهبي فالبسي، ممكن تقول له آسفة، ممكن تقول له لا أنا لا أستطيع، ممكن تقول له أنا لم أقتنع. إذا قالت هذا فقد خلعت ربقة الإسلام من عنقها. ألا أعلم أن الربا حرام وأن الله أنزل تحريمه في القرآن وأن السنة حرمت الربا، بس أنا هاكل الربا. هو ده السؤال الذي وجه لي. قلت إن مات هذا الرجل مصرا على ذلك فهو كافر بلا شك، هذا مستحل والمستحل كافر بالإجماع. مات مصرا على ذلك فهو كافر. فقلت إن مات مصرا على ذلك مصرا على ذلك مصرا على ذلك كان كافرا بلا شك. ثم يقول لماذا بدعونا؟ أنت تستغرب لماذا بدعك العلماء؟ لأنك لا تعرف الفرق بين البدعة والمعصية أصلا، ولا بين الكفر والإصرار والاستحلال. أنت